قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. نعم، الحمو الموت. إيش الحمو؟ نعم، أقارب الزوج. إياكم الدخول على النساء. مين اللي داخل على المرأة هاي؟ أخو مين؟ أخو جوزها. معناته إيش؟ زي أخته. هذا الكلام الباطل. شو زي أخته هاي؟ هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالموت. بالموت. يعني لو مرتك يدخل عليها ابن الشارع ولا يدخل عليها مين؟ أخوك. لو تكشف مرتك وجهها قدام بتاع الشارع ولا تكشف وجهها أمام أخيك. الحمو الموت. وكلما زادت القرابة فزاد الابتلاء والبلاء. يا أخي أنت جاي تزورني، شو بدك في مراتي؟ انت اخوي، ابن امي وابوي، اهلا وسهلا. مرتي مع مرتك وانا وياك مع بعض، شو بدك في مرتي؟ هكذا ينبغي ان نكون. وعلي فالرجال لوحدهم والنساء لوحدهم وانتهى الامر. بس اياك ان تكون من اصحاب المعيارين. كيف اصحاب المعيارين؟ يعني مع اخوك هذا النسوان مع النسوان، وسلام مع سلام. اخوك الثاني لا، بنقعد قاعد ايش؟ عائلية. لا، انت فتحت على نفسك باب الشر وادخلت على نفسك البلاء مع جميع اخواني. الحمو الموت. مع جميع اولاد عمي. الحمو الموت. مع جميع اخوالي. خالك اللي عمره 100 سنة موت. مش والله خالي، ما انت زي ابوي وزي امي. يا شو زي ابوك وامك؟ خالك مش محرم عليها يا اخي، وعمك مش محرم عليها. عمك جاي يزورك، ليش تطلع له مرتك؟ شو بدك؟ وهكذا انتبهوا الى هذه القاعدة الشرعية.